اهلا بيكم. احنا اتكلمنا عن البروجكت مانجر محتاج يعمل ديليجيشن ومحتاج يعمل كي بيرفورمانس انديكيتورز عشان يتابع بيهم الشغل، لان هو مسؤول عن كل كبيره وصغيره، سواء من ناحيه انها تتعمل او من ناحيه انها تتعمل صح. نيجي دلوقتي على بعض المهارات التانية اللي محتاجها البروجكت مانجر. البروجكت مانجر كده كده برضو محتاج مجموعة من المهارات علشان يعرف يدير المشروع. أول حاجة تعالوا نتكلم مع بعض عن إنه محتاج مهارات فنية، ومحتاج كمان معاها إيه؟ محتاج معاها مهارات إدارية. حلو، يبقى البروجكت مانجر هيحتاج المهارات الفنية والمهارات الإدارية. انا عايزك تيجي معايا كده تتخيل حاجه مش واقعيه، مع بعض نتخيل كده ان احنا في عالم وهمي، وانت دلوقتي صاحب المشروع وقدامك واحد من اتنين. الاولاني ان واحد شاطر جدا في الجوانب الفنيه وما يعرفش حاجه خالص في الجوانب الاداريه، ما بيعرفش يدير ومهاراته في الاداره زي الزفت. واحد تاني مهاراته الإدارية ممتازة ومهاراته الفنية زي الزفت. انت تختار واحد منهم، ما تختارش الاثنين، واحد منهم. هتختار مين؟ ارجو ان انت تكون فكرت، وارجو ان انت تكون هتوافقني لما اقولك انا هختار الراجل اللي عنده المهارات الفنية، اسف، الراجل اللي عنده المهارات الإدارية، مش هختار اللي عنده المهارات الفنية. بدل كده كده هختار واحد بس منه. طب ليه؟ قال لك يا سيدي لو جبنا واحد احنا عارفين المهارات الإدارية بتاعته زي الزفت، حتى لو مهاراته الفنية كويسة، اللي هيحصل ان انا لو لميت له طقم، لو لميت له تيم ممتاز وابتدى يشتغل معاهم، بما انه ما بيعرفش يدير هيعمل ايه؟ الشغل هيبوظ. ولو بشغل مشي شوية الناس اللي تحت ايده هتبقى عايزة تطفش منه، وده في حد ذاته هينزل مستواهم حتى لو هم كانوا ناس ممتازين. على الجانب الاخر، الرجل اللي ما بيفهمش في المهارات الفنية لانه عنده مهارات ادارية كويسة، لو اديته تيم كويس هيعرف يديره كويس، واحتمالات ان المشروع ينجح اعلى بكتير من الاولاني. مش بس كده، حتى لو مش انا اللي اديته التيم اللي مهاراته الفنية كويسة، خليته هو يختارهم. طب يختارهم ازاي هو ما بيفهمش؟ هيعرف ينقي الناس بشكل مظبوط، ويعرف يجيب مستشارين فنيين له يحكم بيهم على المهارات الفنية بتاعت التيم اللي هيشتغل معاه. خدت بالك؟ تعال بقى نرجع للعالم الواقعي. في العالم الواقعي بتاعنا صعب جدا ان انا مثلا اكون راجل، انا استاذ في طيران، في هندسه طيران مثلا، ويمسكوني مشروع بتاع انشاء محطات بترول. مش منطق، يعني انشاء بترول يبقى يا مهندس بترول يا مهندس انشائي، مش هيجيبه مهندس طيران، مش كده؟ ليه؟ قال لك عشان يكون عنده حد ادنى من المهارات الفنيه، يبقى فاهم هو بيدير ايه. وبرده ده كلام صح. انا مش هجيبك كده من الدار للنار اقول لك اعمل اداره للكلام ده. بندور في وسط الناس اللي عندها مهارات اداريه كويسه، وناخد منهم اللي عنده مهارات فنيه مش بطاله. تاني عشان الفكره تبقى واضحه، لو انا هختار بقى ما بين اتنين، الاتنين عندهم مهارات فنيه وعندهم مهارات اداريه، هاخد اللي مهاراته الاداريه اعلى مش اللي مهاراته الفنيه اعلى، لان اللي مهاراته الاداريه اعلى هيشغل الشغل صح، بينما اللي مهاراته الفنيه اعلى ممكن يبوظ الشغل. كده كده اي مشروع في الدنيا في احتمال انه يفشل عادي. النقطه نقطه الاحتمال بتاع انه يفشل او انه ينجح. احتمالات انه ينجح مع اللي مهاراته الاداريه عاليه اعلى من انه ينجح مع اللي مهاراته الفنيه الاداريه اقل. واضحه الفكره يا جماعه؟ أرجو النقطة دي تبقى في بالنا، لأن أنتوا في يوم من الأيام هتبقوا في موقع القيادة وموقع الإدارة، فلما تيجي تختار بص أنت بتختار مدير ولا بتختار فني؟
لو بتختار مدير يبقى بص على مهارات إدارية مش مهارات فنية، لو بتختار فني ما يهمكش المهارات الإدارية، انت بتبص على المهارات الفنية. كل علم وله أصول، تمام؟ نكمل بقى مع بعض في الفيديو الجاي إن شاء الله بقية الخواص اللي المفروض تكون متوفرة في البروجكت مانجر. أشوفكم على خير.